ولتفاصيل أوفى مشاهدينا تنضم إلينا من تونس مراسلتنا نجلاء بوخريس. نجلاء صباح الخير. اليوم الثالث من الدعاية الانتخابية، كيف تبدو وتيرته نجلاء وكيف تبدو تنقلات المترشحين بين المدن والقرى التونسية؟ نعم، كما ذكرت داليا، اليوم هو اليوم الثالث من الحملات الدعائية والانتخابية لمختلف المرشحين في هذا السباق الانتخابي. هيئة الانتخابات من جهتها صرحت بأنه تم تسجيل عدد من الخروقات من هنا وهناك، خاصة في بعض الجهات والمحافظات الداخلية لتونس. من بين هذه الخروقات مثلا تمزيق بعض صور المرشحين في بعض المناطق في تونس، كذلك بعض الاعتداءات التي تم تسجيلها يعني من قبل هذه الحملات الانتخابية. تضع هيئة الانتخابات عدد كبير من الملاحظين لمراقبة استعمال المال السياسي خلال هذه الحملات الانتخابية، درءا لأي محاولات التأثير على الناخبين التونسيين. من جهة أخرى، المرشحين يخوضون هذه الحملات الانتخابية بقوة في مختلف جهات تونس، يعني يوسف الشاهد، عبد الفتاح مورو، كذلك عبير موسي وغيرهم يخوضون هذه الحملات الانتخابية. فيما نبيل القروي الذي يقبع في السجن وهو أول مرشح في تاريخ تونس يعني يقبع في السجن في الوقت الذي ما زال يعني هو موجود في السباق الانتخابي ويخوض حزب قلب تونس هذه الحملات الانتخابية. نعم. طيب نجلاء، أنت موجودة الآن في واحد من الشوارع الرئيسية في تونس، وربما استطعت المتابعة والدردشة مع الكثير من المواطنين. هل الملاحظ أنهم ما زالوا مترددين بخصوص الشخصية التي سينتخبونها؟ اليوم لا حديث في الشارع التونسي إلا على هذا الحدث الاستثنائي على جميع الأصعدة. هناك اليوم مخاوف في الشارع التونسي حول عزوف الناخبين على التوجه إلى صناديق الاقتراع في ظل العدد الكبير للمرشحين في هذا السباق من جهة، وكذلك المخاوف من تشتت الأصوات على هذه الأحزاب الكثيرة وهؤلاء المرشحين الكثر. اليوم نرصد على الشارع التونسي هناك دعوات اليوم وحملات تقوم بها هيئة الانتخابات لتحفيز المواطنين للأدلاء بأصواتهم يوم الاقتراع الذي سيكون في 15 سبتمبر لاختيار من يمثل التونسيين في قصر قرطاج. اليوم هناك حديث عن اتهامات متبادلة من جهة أخرى بين المرشحين، سيما مع قبوع نبيل القروي في السجن ومنع رجل الأعمال سليم الرياحي وهو أبرز المرشحين كذلك من الدخول إلى تونس بتهم تتعلق بالفساد. هناك حديث عن عدم تكافؤ فرص خلال هذه الحملات الانتخابية. نعم. إذن سنبقى معك في ضوء كل المستجدات في هذا الملف. أشكرك جزيلا من تونس مراسلتنا نجلاء بوخريس.